واش دابا ملي كتهلاو فيا في لي كومونتير بلي لايك التفاعل كيتحرك حتى انا تنتحرك وكنت انا كنتموتيف. ودابا شوف شعلت لكم الضو من هنا ومن هنا وقديت لكم اللعيبات لبست لكم كبوت جديد الدرع في الضياء وراني علقت لكم راني الناس اللي متبعني في انستغرام شافوا اللي ما متبعنيش هو يدخل دابا يشوف باش يتحرك معايا فين ما كنت سمعتيني. ودابا شوف قبل ما نبداو هاد لايكي غادي تخبط شي كومونتير ناضي ونكملوا الفيديو. السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذه الفيديو هذه غادي نحلوا المشكل ديال بزاف الشباب والشابات المغربيات والمغاربه القاطنين في بلدنا السعيد. هذا المشكل هذا غيحل لكم مشاكل في الحياه المهنيه والشخصيه وفين ما بغيتي. كيفاش بدات جات الفكره ديال الفيديو هذه؟ بزاف منكم سولوني امير بزاف الاسئله اللي مجموعين في حل واحد. امير ما قدرتش نخلص لاكارت ديالي باش نسري الكريبتو موني. امير ليميتات ليا لاكارت سيريت دوتاسيون انترناسيونال ولا كوميرسيال ولا ما عرفتش شنو سميتها. امير بغيت نديبوزي في البروكر ساعه ما تخدمليش. امير ما بقاوليش ما بقاليش الصوت بيبر باش نخلص فيسبوك ادز كيفاش ندير. امير 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 المهم هذا الفيديو هذه غادي تحاول تلخص هاد المشاكل كامل اللي عندها علاقه مع المشكل ديال السولد او الدوتاسيون او اي حاجه. حنا كشباب اللي متعلقين بالويب بزاف وتنخدموا فيه تيخص ضروري ما يكون عندنا واحد لا موني اللي كتكون انترناسيونال اللي ممكن نخدم بها مع شركات انترناسيونال وعالميه. ما يمكنليش نخدم بالدرهم مع اي واحد وكنتمنى الناس ديالنا يلقاو الحل لهاد الدراري هادو لان عندهم فريمون بوتونسييل كبير يدخلوا هما الفلوس للبلاد. علاش اصاحبي ما تطلق لهمش اصاحبي الليميت يخدموا كيف ما بغاو؟ اوكي المهم علينا حنايا ما غنهضروش على داكشي اللي نيجاتيف غادي نحاولوا نلقاو الحل وباش نزيدوا القدام. اوكي فهاد الفيديو هادي غادي تكون واحد لابارتي فيها التيوري وواحد لابارتي فيها لابراتيك. ضروري ما نفسركم شنو هو لو كونسيبت باش تحاول تعرف تحيد داك المشكل عاد ندوزو لابراتيك في المنصه. فهاد الفيديو هادي كاين غنجاوبو على جوج الاسئله ديال هاو اند وير يعني كيفاش والبلاصه. اوكي لان كيفاش هو الحل والبلاصه خصني نلقى بلاصه موثوق. اول حاجه هي كيفاش غادي نقدر نتخطى هاد المشكل هذا. هاد الحل هذا غيكون عارفو بزاف منكم وقليل من هذا الحل هذا سميتو بير تو بير ولكن عافاك خليني نكمل عاد جاوب. اوكي بير تو بير موجود هادي بزاف ولكن الناس بزاف ما تيعرفوش. وعلاش ما تيعرفوش؟ لان اول حاجه تيخافوا منه، ثاني حاجه الثقه ما كايناش، ثالث حاجه لو كونسيبت ما مفهومش. البير تو بير موجود على بزاف ديال المنصات اللي تيتعلقوا بالكريبتو موني. هاد البير تو بير بان لان الناس كانوا كيحاولوا يشريو سكون ابيل اللي كنسميهم بالسولد. شحال من واحد كان كيبغي يشري سولد بايونير، سولد سكريت، سولد باي بال، سولد ما عرفت شنو، سولد هذا. خرج منها هاد الفكره ديال البير تو بير، يعني واحد عنده شي حاجه تيقدمها، عنده مثلا واحد سولد سكريت ولا سولد يو اس دي تي او اي حاجه، تيعرضها في واحد الموقع وداك السيد اللي باغي يشري تيحاول يشريها من عنده. اوكي داك الموقع اشنو كيدير؟ داك الموقع تيدير الانترميديير ما بينك انت اللي كتبيع وما بينك انت اللي كتشري، وتيحاول يحمي ديك لا ترانزاكسيون اللي ما بيناتكم بجوج ودوز بسلاسه وما يكون فيها حتى شي مشكل. الوغ كيفاش هاد البير تو بير تيكون؟ هاد البير تو بير اسيدي مثلا انا 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 كنشري باغي نشري اليو اس تي تي. اوكي اليو اس تي تي هي عمله رقميه ستابل كوين. اوكي كنمشي لذاك الموقع اللي غادي نهضروا عليه اللي سميتو باكسفول. اوكي هذا هو الاجابه على وير. هاد باكسفول هو اكبر واول موقع ديال بير تو بير في العالم كامل من ناحيه الشفافيه والثقه. ما عندك مناش تخاف، يعني اي واحد داتي مع البير تو بير ما تخاف تمشي فلوسك لان علاش غادي نرجعوا للبلاصه ديال هاو شنو كيدير شنو كيدير. الوغ انا ملي كنبيع مثلا ولا كنبغي نشري اليو اس دي تي كنمشي لواحد السيد تنختارو على حساب بزاف ديال لي كريتي اللي غادي نشوفوهم. اوكي تنختار كيفاش بغيت نخلصو، واش بلا كارد بانكير، واش فيرمون بانكير، واش بسي اش، واش باي بال، واش بسكرين. كاين بزاف ديال الانواع ديال المسائل باش نخلص داك السيد. ومن هاد الانواع هادو ممكن ما نستعملش الحساب البنكي ديالي، ما يعرفني حتى شي واحد اشنو درت. يعني ممكن يقدر يكون عندي غير الكاش، نعيط لك السيد نقول له عطيني اخويا الحساب ديالك مشي نفيرسيه لك. لا ان شافت لا قلب وجع نار. كتدخل ديك البلاتفورم كتقول له اخويا انا بغيت تشري 100 يو اس دي تي، هي تقريبا غادي تجي 900 درهم. كتعطي انت 900 درهم كتحطها داك الوسيط كيبلوكيها عنده وعاود كياخذ ملي كنكونفيرمي داك السيد اللي غادي يبيع لك حتى هو تياخذ ديك 100 يو اس دي تي تيبلوكيها عند الوسيط. اون فوا انت كتصيفط لا بروف بانك راك فعلا توصلتي بداك الفلوس وفعلا بانك صيفطتي دوك الفلوس، البروكر تيفاليدي لا ترانزاكسيون وانت كيوصلك يو اس دي تي ديالك والاخر تيوصلو الفلوس ديالو وهنا كتسالي القصه.
فهمتوا البلان؟ هذا هو البي تو بير، غير وحده وراسكم انت خصكم ديروها اللي موثوقه واللي كيتكلفوا غير بهذا الشيء، يعني تكون سبيسياليتي ديالهم هذا البير تو بير. حضروا راسكم بزاف وحاولوا تيفيتيو مالي سولد، مالي المسائل ديال داكشي ديال الكونتراباندو كما تيخليها صاحبي ياسين، بزاف ديال الحوايج. اوكي دونك راه السولد فيه وفيه، فيه ديال السكام، فيه ليغال، فيه بزاف ديال الحوايج. السولد كيطلع الا كان ثقه اكثر، الا كان ليغال، والسولد تيهبط الا كان سكام ولا كان غير شفره ولا كان غير قمر. دونك حضروا راسكم بزاف. المهم شي هذا الحل هذا غادي ايفيتي لكم هذه المشاكل كامله. دونك دابا اول حاجه غادي نديرو هو غادي ندخلو الباكسفول، غادي تلقاو ليا في صندوق الوصف، دخلوا لتما وغادي نمشيو ليكرو كيف ديما. كيف ما كتشوفوا معايا لو سيت سميتو باكسفول، كنظن شي واحد منكم يقدر يعرفوه شي واحد لا. المهم راني فسرت لكم البلان ديال هذا لو سيت هذا. اول حاجه خاصك دير هي خاصك دير ريجستر. انا ديجا تقيدت، ديجا تيستيت لكم السيت باش نعرف شنو كاين، ماشي غندوز تقدير انا غير داخل كنشوف. اوكي المهم ما علينا، خاصك دير ريجستر. المهم بالنسبه للتقييد راه فريمون اسهل حاجه، اسهل ما يكون. انا غادي ندخل النمره ديالك، انت غتكون المغرب غدير المغرب. نحاولوا ما نتعطلوش في هذا الشيء بزاف لان هذا ماشي هو اهم حاجه. غدير مروكو ان انجلش. اوكي غدير الباسبور ديالك وغدير كرييت ان اكاونت. بالنسبه لكم نتوما هذا ما غديروا له والو لانكم تقيدتوا باللي انا صيفط لكم. صافارش صافي غدير كرييت ان اكاونت، غادي يعطيك تعمر شي مسائل ساهلين، دخل النمره ديالك، الميل، المسائل، غادي يصيفط لك الميل واحد الكونفيرماسيون عاوتاني تكونفيرمي بها. المهم داكشي ساهل بطاطا، سهل ماهل. اوكي دابا انا غنحاول تكونيكت ندخل نيشان الكونت باش نوريكم اللعيبات. اول حاجه هو تمشيو لهاد برويس هذا كيف ديما برويس، وغادي تمشيو لهاد انكريز ليميت. اوكي انا راه باغي تبان لكم نتوما في الوقت، غتبان لكم شي 800 اورو 8000 درهم. خاصكم تفيريفيو هادشي كامل، الفون فيريفيكيشن، كتعطيو النمره ديالك وكيصدر لك واحد الكود، هادي ساهله كتدخلوا. هنا الايميل فيريفيكيشن، واحد الكود تا هو في الايميل وكتدخلوا. هنا الاي دي فيريفيكيشن، بالنسبه للمغرب انا درت كونت مغربي، درتو بلاكارت ناسيونال، ما كاين حتى شي اشكال. صيفط لهم الريكتو والفيرسو ديال هذا، موراها داروا معايا واحد داك الفيس ويم، داك ديما كتنسى اسمي، داك اللعيبه اللي كتحل بها الوجه، شافوا وجهي صوروني طف جوج دقائق فيريفيو لي الحساب، يعني اسهل ما يكون. هنا بقات لي غير البروف اوف ادريس، ملي كتفيريفي هادشي عاد ممكن تخدم بالكونت كيف ما هو. اوكي دونك حاولوا ضروري، هادو هما اهم حوايج ديروا، فيريفيو المسائل ديالكم عاد بداو الخدمه فين ما تقيتو ديروا هاد القضيه هادي. اوكي دابا نرجعوا للداشبورد ديالنا، نرجعوا لاباج. اوكي دابا نحاول نفسر لكم شنو كاين هنايا. هذا لو سيت غادي يبان لكم شنو كيديروا، ممكن تفيزيتو نتوما بعد هذا لو سيت، زعما لي ديتاي ديالو وتشوفوا. حنا اهم حاجه هي كيفاش دير تاخذ هذا البير تو بير وتشري هذاك العملات الرقميه ديالك باش تحاول ديبوزي بهم، تحاول دير بهم بزاف ديال المسائل. اوكي نقدر ما نكونش فسرت هذه القضيه هذه، مي لي ديم هادشي كامل هو ممكن. دابا مثلا سورتو الناس ديال التريدينغ اولا ديال الكريبتو موني، شنو تيبغيو؟ تيبغيو الصولد وما تيلقاوهش. دابا في دوك لي سيت ديال التريدينغ راه ممكن ديبوزي باليو اس دي تي ولا تيقبلو تما الكريبتو كورنسي، اولا ممكن تمشي تشونجي مثلا عاوتاني يو اس دي تي مع صولد سكرين، اولا بزاف ديال المسائل ممكن، بزاف الحوايج ديرهم. اوكي دابا شنو غادي نديرو؟ دابا غادي نمشيو اسيدي غادي نشوفو هنايا ديال يو اس دي تي من الاحسن لانه هو ستيبل كوين ديالنا. غنديرو باي فيا، نديرو شو اول، المهم نخليو كلشي كاع لي ميثود بيمون. هذا هو احسن حاجه، هو هذا البلان هذا ديال لي ميثود بيمون كاينين بزاف. احسن حاجه اللي سطاتني انا هي الكاش، ممكن صيفط بنادم الكاش، يعني حتى حد ما يعرفك واش صيفطتي ولا ما صيفطتيش اولا عندك شي حاجه ناضا. اوكي المهم كلشي كاين، باي بال، بنك ترانسفير، اللي بغيتي. اوكي هنايا بزوينه تيقبلوا حتى بالماض، كدير موروكان ديوهان. هنايا غدير مثلا غنشريو 500 درهم يو اس دي تي، 500 درهم ديال يو اس دي تي هي قلت لكم هي 54 يو اس دي تي. دابا غنديرو فايند اوفرز، يعني خصنا نلقاو الناس اللي كيبيعوا هاد المسائل اللي حنا اللي طلبناهم. غنديرو هاد اللعبه هادي. اوكي دابا عندك باي تيتر اللي هو يو اس دي تي، عندي جوج ديال الناس، عندي هاد السيد هذا سلينكي كيوري بيرد، وعندي هاد جايوسي، هادو كاملين من المغرب. شوف شنو كيديروا، كيطلبوا ممكن بنك ترانسفير دي سي اش بنك اولا كاش بلس، شو على بلان هنايا هذا تيقول لك تجاري اولا سي اش. اوكي هنايا غنفسر لكم هذا البلان اللي كاين هنايا، تيقول لك هنا باي فيا، يعني كاع لي ميثود. واش انت باغي تخلص مثلا بنك ترانسفير، يعني تصيفطو في البنكه بباي بال، بريفوليت واحد البنكه، بسيبا، باغي تخلص مثلا باير بلاي، باغي تخلص، المهم هادشي كامل شحال عندك، باغي تخلص بالكاش هنايا، بجيفت كارت، اونلاين واليت، شوف شحال لي شوا عندك، يعني غير اللي ما بغيتيش. فوالا هنا ممكن تعاود تفلتري لي زوفر ديالك باش ما بغيتي. دابا حنايا ما عندنا ما نديرو بهاد لي فلتر، هادشي كلشي عندنا واجد. عندي هاد السيد هذا تيبيع تقريبا ان يو اس دي تي تقريبا ب 9.92 درهم،
سيرا هاز كوت تو تيتر برايز ابوف كورنت ماركت برايس. الوغ قال لك هنايا بان هذا البيع هذا تيبيع البرايس الكورنت برايس ديالو تقريبا زايد 7.8% على السوق. اوكي نورمالمون خاص يكون تقريبا واحد 9 دراهم بحال هكا، هو زايد 7.8 واني ماشي مشكل الصراحه. راه كاين الدراري اللي كنعرفهم كيسريو ب 11 12 درهم الا لقاو واحد الثقه. دونك هذا جو بونس كو ما مقادلو داكشي. هنايا كتشوفوا لو نومبر دو ترانزاكسيون اللي داير خونا، راه 157 واحد دير له لايك، هنا 836 واحد. حنا غنشوفوا هاد خونا هذا اوكي غنديروا عنده باي. هنا داير ليميت بعدا ما بين 100 حتى 4800 درهم اللي ممكن يبيع لك، هذا ديال ما بين 100 و700 درهم اوكي. دونك غادي نشوفوا هاد البلان هذا. هنايا ممكن تبدل المونطون اللي بغيتي، حنا درنا 500 على سبيل المثال، قال لك 500 غادي توصلنا تقريبا 50 يو اس دي تي. حتى الا مشينا بغينا نشوفوا نصرفوها ونشوفوا واش فعلا كتساوي ديك القيمه ديالها، هانتوما تقريبا 500 درهم كتساوي 54 دولار، يعني تقريبا هنايا كتخاص تكون عندك 54 يو اس دي تي. ولكن 4 يو اس دي تي ناقصه ماشي مشكل، 4 دولار ماشي شي حاجه كبيره، ماشي شي ديفيرونس كبيره، يعني كتبقى كوميم مزيانه اوكي. هنا غدير ماي بانك اكاونت، غادي تزيد البنك اكاونت ديالك هنايا، غتدخل لي زانفورماسيون ديالك هنا. تريد بارتنرز بانك هنايا كيبان لك سي اش ديالو اوكي. ديك الساعه اون فوا غادي تدخل هادشي غادي دير باي ناو اوكي. هنايا باش كتزيد تاكد عاوتاني من هاد المساله هادي، كتجي كتشوف هنايا عندك خونا كيجاوبك على مده نص ساعه، يعني ما كتعطلش عليه اوكي. هنا كيبين لك التصويره ديالو والسميه ديالو والفلاك ديال البلاد ديالو. هنا تيقول لك شحال بوزيتيف فيدباك، 457 واحد دار مع الترانزاكسيون وما عمر شي واحد شكا. هنايا زيرو نيجاتيف فيدباك اوكي. هنايا عنده الاي دي فيريفي، عنده الايميل فيريفايد، عنده هنايا الادريس هي وتليفون فيريفايد، يعني كلشي فيريفي ما عندكش تخاف. هادو كيتسماو كاو نو يور كاستمر، يعني ك دبليو لا ك واي ك واي سي كي واي سي اوكي. باش كيكونوا عندهم كاع المعلومات على سميتو، على السيد اللي خدام معاه او اللي كيبيع معاه او اللي كيشري منه اوكي. دونك هنايا كتلقى الفيدباك on this offer. هنايا كتلقى تيقا واحد قال له بون سيرفيس، هنا اميزين سيرفيس، انا تراست تانكس، ممكن دير بزاف نايس جريت، يعني كلشي كيشكر فيه هنايا اوكي. دونك هذا السيد الثقه ممكن يشري منه الا كان عنده نيجاتيف فيدباكس، نخاف منه ونرجع باللور. دونك هذه ساهله هذه القضيه هذه، ما غتكلفك حتى شي حاجه اوكي. باش ما تشكاوش ليا الدراري تقول لي امي ما درتيش معنا كاع المراحل، انا غندير معكم المراحل كامله اوكي. دونك هنايا غدير سيليكت بانك اكاونت، غادي تزيد بانك اكاونت اوكي. انا راه ديجا زايد واحد، انا غنغطيه هنايا، غندير لكم واحد اخر هنايا اوكي. دونك دير بيرسونيل مروكم وروك نجيبهم نيكست. غادي تدخل هنايا السميه والكنيه ديالك سهله، مثلا انا سميتي رمى الامير، هنا غدير كاع النوامر ديالك اللي كاينين اللي عندك هنايا اوكي. انا غندير غير النوامر كيف ما كانوا اوكي. هنا غدير بانك نيم مثلا سياش، هنا غدير اوكي، غدير اد اكاونت صافي. دونك هنايا غادي تليستي الكونت ديالك مثلا هنايا، انا غتبقى هذه هي غندير باي ناو صافي. انا غندير كونتينيو اوكي سهله كونتينيو. دابا هذا بلان تيقول لك يور باين 50 يو اس دي تي العباد طاطاطاطا اي دي يو اس دي تي از ناو ان اسكرو اند ات سيف تو ميك يور بايمنت، يعني راه شدوها له ديك 50 يو اس دي تي شدوها له بروكاوا عندهم هما اوكي. حتى كدير البايمنت وكيدو ساعات كيعطيوها لك نتايا. Your bank account holder name and bank details are almost shared with this trading partner. يعني غنصيفطو ديك ليزانفورماسيون صيفطتيلو اوكي. دونك رصيفطلو ليزانفورماسيون غالطين الصراحه انا غير باش نوريكم اوكي. هو هنايا كيعطيكم ليزانفورماسيون ديالو، اماونت 500 درهم، سميتو مسيو فلان فلاني ما غنديروش نبينوش السميه، سي اش بنك ديالو، وهذا الاكونت نمبر ديالو. هادشي كامل غادي يتغطى اسمحوا لي. هو قال لي السلام، ممكن تهضر معاه. السلام خويا بخير. المهم راه مسكين غيسحبو غنسالي من عنده ساعه، انا كندير غير فيديو. اسمح لي اخويا اسمح لي اخويا عبدو لهذا البلان هذا، نتمنى تشوف الفيديو. قال لي واش تفيرسي في السي اش، دونك كتهضر مع خونا شي هو شي واعر اصاحبي، هادشي واعر اون ديريكت اشوف واش يعرفني. المهم هنايا كيعطيك بايد، كيعطيك تايم ليفت باش تخلص نص ساعه. دونك نص ساعه ما صيفطتيش كتحبس الكونفرساسيون، كيحبس هاد الترانزاكسيون هذا وصافي. دونك فريمون داكشي باين نقي، داكشي سيف الحمد لله. زعما فريمون هذا هو الحل ليكم، هذا هو الحل ليكم الدراري. بون خونا كيتعطل، غادي تسمح لنا اخويا. قلت له تشوف الفيديو في امير فلوغ، وكون هاني راني خطيت سميتك، راه كنوري الدراري كيفاش يشريو باكسفول. فوالا صافي الدراري، غادي نقولوا للاخ ديالنا عبدو يتهلا فراسو، وحنا غادي نكملوا
في المسائل ديالنا. دونك سيرمون ملي غادي تصيفط له الفلوس وغادي كونفيرمي لك, غادي تكونفيرمي له انت, غادي توصل بالفلوس ديالك, وممكن ديك الساعات تصيفط الفلوس من باكسفول الواليت ديالك فين ما كانت, يعني سواء غتخلص بها في سواء مثلا تصيفطها للباي بيت او للباينانس او للواليت, شي واليت عندك في شي قنت. المهم كيف ما كتشوفوا صراحه داكشي زعما ساهل ماهل وثقه, هذا هو اهم حاجه. اوكي دونك هنا عندك الواليت ديالك, اوكي نورمال غادي يبان لك فيها شحال ديال الفلوس عندك هنايا, فلوس ديتي بغيتي دير مثلا ملي غيكون عندك الفلوس ممكن دير سنت, انا ما عندي حتى شي حاجه هنايا دونك ما قلتليش نبين, اولا بغيتي يصيفط لك شي حد كدير ريسيف وكيعطيك سميتو الكود ديال الواليت ديالك اللي هو هذا. اوكي كتكوبي الادريس وكتصيفطها له. دونك داكشي ساهل ماهل بالنسبه لهادشي اللي باغي الناس باغيين يشريو, بالنسبه لي باغيين يبيعوا كيديروا كرييت نوفر. اوكي دونك ما كنضش تكونوا انتريسي بهاد القضيه هذه, ممكن ديروها حتى نتوما الا كان عندكم مثلا لي كريبتو اللي باغيين تبيعوا. والاخوان هذا ما كان كنضرب انني نهضر لكم على كل شيء في الوسيد, الا كانت شي حاجه ماشي واضحه حاولوا تدخلوا لي في الكومونتير, ممكن نديروا فيديو اخرى ان شاء الله في شي لقيطه نوريها لكم اولا ندوزها لكم في انستغرام, ما كاينش مشكل. دونك هذا هو الحل, نعاود نقولها لكم, ممكن يكون عندك الكريبتو موني ديبوزي بيه في داك الكريبتو موني ديبوزي بيهم في نيمبورط كيل بروكر ديال التريدينغ, ممكن يعني يكون تبدلو بالسول ديال سكرين, ممكن تتسريو وتبيعو مثلا نفرضو شي واحد باغي سول سكرين. اوكي حاول تكون عندك مثلا كريبتو موني او سري كريبتو موني وانت عاود دير لها لافونت في باكسفول وطلب مثلا تبيعها بسكرين يتيشونجيها بان سول سكرين, ممكن كلشي ممكن. لهذا كيف قلت لكم تاب الكاش سيري, ما باغيش كاع يستعمل لاكارت بونكير ديالو اولا لو كونط بونكير ديالو, ممكن يخدم غير بالكاش ويصيفط المسائل ديالو. المعلومه هي عندكم, نتمنى تنفعكم في الخدمه ديالكم في الحياه المهنيه ديالكم. الله يسهل على كل شيء. باي ذا واي راه كنت شفت واحد الفيستيفال اولا واحد ليفيرمون مع على ذكر لك عطاكم الجديد زعما بغيت نقولها لكم, كاين ذا بلوك تشين فيست فيرست نورث افريكان بلوك تشين فيست, كاينه لو 29 نوفمبر كاينه في تونس في لوتيل موفامبيك. دونك لكن شي واحد تما ولا كيهتم بهادشي كيبغي يمشي لي زيفينمون ممكن يمشي لها تونس بلا فيزا. دونك فوالا راه عندكم لو تروك تما كتبغيو تقلبوا عليه. ما تنساوش لك عندكم شي سؤال اولا شي تعقيب اولا شي كومونتير خداو ليا لتحت في صندوق ديال لي كومونتير, لايكيو لا فيديو كيف ديما, بارطاجيو مع اصحابكم باش تطلعوا يشوفها بزاف ديال الناس ويستافدوا كيف ديما. شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم, كنشكركم بزاف 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 من اعماق قلبي على هادشي اللي درتو معانا ودرتو معايا وعاونتونا وطلعنا لاشين. نشوفو الفيديو المجي ان شاء الله. تشاو.